وفي الجلسة الثالثة أستاذ، الجلسة الثالثة للقضية، قضية شهداء تالا والقاسرين، يعني منصف العجيمي يحضر في الجلسة، وكيفاش كان حضوره في المحكمة معناها؟ والله هو حضوره أنا شخصيا استغربته، وأذكر بأنه كان فما واقعة صارت، وأنه أحد زملائي نبه على المحكمة بأنه خايف على حياته من منصف العجيمي الذي كان ينظر إليه بشيء من الحنق وبشيء من العدائية، والحال وأنه من باب أولى وأحرى، وطلبناه هذا من المحكمة باش يلتزم سي المنصف بالانضباط داخل قاعة الجلسة، باعتباره أنه عوض أن يلتفت إلى هيئة المحكمة وذيك الوضعية العادية نتاع أي متهم مات أمام القضاء، هو عاطي ظهره للمحكمة ويتلفت المحامين ويدقق في ملامح الوجوه بطريقة أزعجت الكثير منا، والحق يقال أزعجت الكثير منا، وبطريقة حبينا ولا كرهنا أثارت غيظة عائلة شهداء، أثارت غيظة. وقلناها وقتها، قلنا أن هذه المحكمة أو هذه الهيئة القضائية ما فرضتش الانضباط داخل قاعة المحكمة، وعجزت حين ذاك على تسيير حقيقي وصارم للجلسة. وحضر وحده في قاعة الجلسة أستاذ؟ هو في قاعة الجلسة حضر وحده، إنما صارت مشاحنات عند دخوله لفضاء المحكمة العسكرية، كان مرفوق بعدد من عرش الرتب، ربما ملازمين أو ضباط، وكانوا يعني هذا هو اللي حكيت عليه أنا بكري، كضغط مارسوا حين ذاك على هيئة المحكمة. وللأسف الشديد ما عنديش فكرة على الخلفيات، ولكن يبدو أنه معناتها ضغطه أتى أكله حين ذاك، ويلوم علينا نحن اليوم نمارسه في الضغط، وقت اللي ضغطه ما عنده حتى علاقة بالقانون وبالأخلاق، وضغطنا نص عليه مجلة الإجراءات الجزائية، ضغطنا نص عليه مجلة الإجراءات الجزائية عندما طعنا في فحوى شهادة طبية، راهو مش ما كفرناش بالإله، قلنا وأنه الشهادة الطبية دي جافة، قولوا أنه السيد فلان الفلاني وبين قوسين راهو ما طعناش في شهادة واحدة المتعلقة بفلان، طعنا في أربع شهادات طبية قدمت باعتباره أنه طولت موضة يحضر جلسة ويقاطع باقي الجلسات أملا على أنه المحكمة باش تصدر فيه حكم معتبر حضوري، وهذا كرجل قانون قولها هذا مخالف القانون، باعتباره أنه الفصل 142 صحيح يقول بمجرد أن يستنطق يعتبر حاضر، ولكن راه الاستنطاق ماهوش إجراء معلق كيك في الهواء، استنطاق يقترن بالضرورة بالحضور بالمحكمة وبمتابعة جلسات المحكمة وبإجراءات أخرى تتعلق مثلا تلو الاستنطاق ترد المكافحة سواء بين المتهم وبقية المتهمين أو بين المتهم وشهود الإدانة وكذلك بين المتهم وشهود براءته، ويقع كذلك تمكينه من الاطلاع على المحجوز جلسة اقتضى الأمر، هذا الكل ما تمش، هذاك علاش نحن طالبنا ولا نخجل في ذلك، طالبنا تفعيل بطاقة إيداع ضده، علاش على اعتباره أنه الآن الريسك متاع فراره كبير ياسر، وهو الآن نحن في تقديرنا الفصل 142 يخولنا باش نقول اللي هو بحال فرار باعتباره من قال حضرت في الجلسة لو برا حضرت قضية من نوع هذا ما تنجمش توفر في أقل من 10 جلسات، أقل شيء 10 جلسات على ضوء الضغط الكبير اللي تسلط على السيد قاضي التحقيق العسكري، ولسنا بحاجة إلى التذكير بصفحات شبه سوداء رمادية، مورس ضغط كبير من أعلى هرم في وزارة الداخلية، مورست تجاذبات كبيرة ياسر، ولكن علاش محمول على المحكمة اليوم باش تتجاوز تلك الأنات اللي رافقت المرحلة التحقيقية الاستقرائية، وذاك علاش يلزمها تدوم أكثر من 10 جلسات، وذاك علاش كمتهم مانيش أنا قلت متهم، قرار دائرة الاتهام اللي أحالوا على الدائرة الجنائية قال متهم يجب عليه أن يحضر بجميع الجلسات، يجب عليه أن يحضر بجميع الجلسات باعتباره أنه من حق لسان الدفاع، من حق محاميه قبل محامي ضد باش يوجه له أسئلة عن طريق المحكمة، ومن أدراه هو وأن الأسد باش توجه له ربما تنقذه ربما تعزز براءته ربما تفند إدانته مطلقة، أنا نقول هذا هو معنى، أنا نقول من يريد ومن يؤمن بجدوى محاكمة عادلة نموذجية
تكون النموذج بتاع عدالة انتقالية أساسها المحاسبة. يجب أن يؤمن بوجود هيئة قضائية قادرة على تبرئته قبل أن يؤمن، ولهنا ولينا زايد على بعضنا، بقرينة البراءة والمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. أي نعم المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، قلناها ونحن مسكونون بتلك القرينة، ولكن أقولها ونتحمل المسؤولية فيها، إذا كان فريق الدفاع وخاصة محامي 25 يمنوا للأصل في الأمور الحرية والأصل الإجرائي البقاء بحالة صلاح، والاستثناء هو الإيداع بالسجن، ولكن عندما يثبتوا بما لا يدع مجال للشك بأن تلك الحرية أصبحت مهدد رئيسي للحقيقة اللي بنت عليها القضية عدد 595-1640، وتلك الحرية أصبحت مطية للتفصي من الحضور للمحكمة، وللتفصي من الإصداح بالحقيقة، وللتفصي من المكافحات القانونية، فأنا شخصيا نعتبره أن تلك الحرية مهدة القضية كل هذاك. علاش؟ من باب المتناقضات، ولا إنسان محال من أجل العنف يودع السجن منذ أشهر، وإنسان محال من أجل المشاركة في القتل يحال بحالة صراح، ما ناقشناش ذلك، يمارس شتى أنواع الضغط ويتهم المحامين بين ظفرين اليساريين بممارسة الضغط على العائلات والمحكمة، وكأنهم هذوما سذج حشاهم، كأنهم سذج يجوز التأثير عليهم ويجوز استبلاهم ويجوز يعني الضغط عليهم. لست أدري معناها وين بشتوفى بين القضية هذه، وين بشتوفى بينا. والله أصبحت متشائمة، والله العظيم أصبحت متشائم لسبب بسيط دون اعتبار سبب الآخر، وأنه دائرة الاتهام في القضية هذه في قضية قتلت شهداء رغم المستحيل مش تكون هذيك، والمنطق يقول أن على الأقل 3 أضعاف المتهمين هذوكم هم المتهمين الحقيقيين. ومن باب أولى وأحرى فما عديد الوجوه اللي لا مجال في ثبوت إدانتها، منطق قانونية، منطق تحديد المسؤوليات في سلك قوات الأمن الداخلي. مليش باش نقول مورطة، ولكن على الأقل هناك شكوك جدية حقيقية حول إدانتها في قتل الشهداء. اليوم تتربعوا كما قلت أسفت الذكر على كرسي القرار في البلاد، وتتحكموا في جميع قنوات القرار وجميع مفاصل الحكم خاصة في وزارة الداخلية. رضينا بالهب ورضينا ندخل القضية 95-640 بأخف الأضرار وبدائرة مصغرة ومختصرة للمتهمين. يا أخي ولينا نسمع في الكلام، ولينا نشوف في التهديدات على كل يا كليمة، ولينا وذاك هو اللي يؤلم، ولينا يعني في فضاءات جديدة للدفاع. احنا قلنا كان المحكمة فضاء الدفاع، وقعت الجلسة طول فيسبوك وطول الراديو والأثير والتلافز وصفحات الجرائد، كل نهار تحل أنا بريء، كل نهار تحل أنا بريء. يا نعم يا أخوي بريء أنت، أنا أؤمن ببراءتك، ولكن كرس ذلك في قاعدة الجلسة. ولوح عليك من الحكايات هذه نتاع الضغط على بالطرق اللي ربما في وضعيات أخرى نقبلوها، ولكن الوضعيات هذه راه ما نحبش نأثر على المحكمة ونقول راه فيها إهانة للمحكمة، ولكن للأسف الشديد تلك هي الحقيقة. وأنا أقول لك من تورا الشهادات الطبية اللي تقدمت المحكمة راه طال زمن أم قصر باش نشكيو بمحرريها وباش نشكيو بالسادة الأطباء اللي حروها دون تفصيل، ونقولها ونتحمس بدفاع حروها من باب المحاباة والمجاملة لا أكثر ولا أقل، ونعطيك دليل على ذلك ومتحمل في مسؤوليتي. وقلت حتى في قاعة الجلسة المتهم أحمد دفريعة في القضية طيب قضية 71-191 هذه شهداء تونس الكبرى، سيد أحمد دفريعة يحضر ويحضر ولبس عليه في كامل مدارك العقلية وكامل صحته وعافيته. في 95-1640 عسكري الكاف شهداء تالا والقسري يغي ويجيب شهادة طبية، راهو جلسة جمعة هذه والجلسة الأخرى جمعة اللي فات، فهمتني؟ يحضر في تونس ويغيب في الكاف. إيش قال إيش قلت كمري؟ سبحان ربي الكريم اللي يمرض عبده جمعة ويبريه جمعة. يعني هذا كان إيش أقول استبلاه هنا، وهذا كان إيش أقول على الطب، عيب عليهم الطب اللي يكتبوا هذه النوعية من الشهادات الطبية. وشوفوا الزملائكم اللي تو مفتوحة فيهم
ابحاث تحقيقيه من اجل تسليم مدلس كما ذاك تدليس ذاك راه هذاك تدليس شهاده طبيه لا تشخص واقع وحقيقه تعتبر تدليس وكذب. ربي يهدي على كل حال. اتمنى من موقعي هذا جميع عائلة الشهداء منوبين باش حقوقهم ياخذوها كما اشتهوها وكما ارتأوها بدون تشفي بدون انتقام بدون شخصنة لقضيتهم، كما اتمنى على هذه المحكمة ان تتوصل وعد بذلك الى حقيقة ما وقع في تالا والقصرين والقروان والتجاويل، كما اتمنى على كل من لم تثبت إدانته أتمنى له الصلاح والحرية، وأتمنى براءته من أعماق قلبي. نحن شعب خلقنا لكي نتعايش سلميا، ولم نخلق لكي نقذف بعضنا البعض بالتهم ونهد بعضنا. ونحن بار ديفينيسيون شعب مدني، وبار ديفينيسيون بنعلينية ونوفمبرية دورة قانون المؤسسات، ومن آمن بذلك فعليه أن ينضبط بالقانون وأن يحترم وجود تلك المؤسسات على الأقل، اللي نحن كلنا في سباق ضد الساعة من أجل تطهيرها ومن أجل إصلاحها وإعادة هيكلتها وكل الشعارات الكبيرة اللي تو نسمعوا فيها، ولم نغفر لها من تكريس إلى حد الساعة.